رجب من الدقهلية. اهلا بيك يا رجب، اتفضل. اهلا يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. طيب معلش اسمح لي اعمل مداخله مع حضراتكم. اتفضل. ازيك يا دكتوره جهاد؟ ازيك يا استاذ رجب، عامل ايه؟ ربنا يخليك يا فندم. معلش انا اسف، انا كنت عملت مداخله مع حضرتك على الفيس. مشاركه في الكتابه يعني ولا في الكتابه؟ كان عندي مشكله كنت عرضتها لحضرتك. تمام. انا ذوي الاحتياجات خاصه، بس انا عايز اقول لك يا استاذ رجب، انا البيدج بتاعتي عليها حوالي 56,000 فاهمني، وانا ما عنديش ادمن غيري. فانا دايما بقول من كتر ما انا الناس كتيره جدا عايزه اللي يبعت تاني، بس ما يبعتش انبوكس لان انا ما بقراش المسجات، يبعت لي في كومنتات. انا قلت لك كده اكيد صح؟ حضرتك دي انسب فرصه ان صوتي يوصل الوقت على كل، الا انا ما سبتش باب الا ما طرقته. برافو عليك. طيب حضرتك إيه؟ بتقول الامل، حضرتك عايز ايه؟ طيب انا حضرتك، انا قدمت في مسابقه 30,000 معلم واسمي نزل بالفعل، ورحت قدمت في المديريه بتاعتي وهم بدونوا البيانات، حصل خطا في التدوين فاسمي وقع منهم. اتصلت بالوزاره ورحت صلحت الخطا واسمي موجود حاليا في الوزاره في حاجه اسمها ملحق 30,000 معلم. تمام. والمفروض ان انا استلم شغلي من زمان. حضرتك اجى اتغير الوزير، اما اجى الوزير الجديد كل حاجه نامت. طب انا اعمل ايه؟ هو تغيير وزير ينفي الاجراءات؟ لا طبعا. خطا موظف يخلينا انا مستقبلي يضيع؟ لا ما فيش حاجه اسمها مستقبلك ضايع يا استاذ رجب. لا هو حضرتك انا ما فيش مكان سبته، انا اشتكيت لرئاسه الوزراء، اتصلوا على الوزاره قال لك المسابقه خلصت بعيوبها. يعني ايه خلصت بعيوبها؟ لا بس حضرتك، انا سيب كل التفاصيل بتاعت حضرتك في الكنترول. حضرتك انا رحت للدكتور هاني كمال، راجل محترم جدا. انا بص يا استاذ رجب، عليه حضرتك خليكي معايا بس، معلش ثواني. تمام. اتفضل يا استاذ رجب سريعا لو سمحت. ماشي حضرتك، اتصلت عليه قال لي تعالى لي، رحت له كل اللي عمله نتاكد ان ملفي سليم وان اسمي مسجل عندهم على الكمبيوتر. قال لي طب انا ما عدتش اقدر اعمل حاجه. طب مين يقدر يعمل لي؟ مين ينفذ لي يمكنني من حقي؟ طيب دكتوره جهاد بتقول لك يعني سيب رقم كل تليفونك وكل بياناتك في الكنترول، وانا واستاذ خالد هنتولى المهمه دي ونشوف ايه نقدر نساعد حضرتك في ايه، وده وعد مننا على الهواء ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا استاذ رجب. خلاص لا هناخد التفاصيل وشاهد البرنامج عقده في ايديكم بقى انتوا الاثنين.